السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم محاضرتنا عن الفلو رياكترز with heat exchange. المقصود بهذا العنوان هو كيفية تبريد وتسخين التفاعلات الباعثة والماصة للحرارة في مفاعل البلاك فلو رياكتر وفي مفاعل CSTR. قبل أن ندخل في هذا الموضوع يجب أن نكتب معادلة موازنة الطاقة. هذه هي the general energy balance for continuous flow reactors، والمقصود بها CSTR والبلاك. راح نبدأ بالمفاعلات مفاعل بعد آخر. نجي إلى مفاعل البلاك فلو رياكتر، وهو عبارة عن مفاعل أنبوبي يستخدم للتفاعلات السائلة أو التفاعلات الغازية. لو تم إجراء تفاعل باعث للحرارة أو ماص للحرارة في البلاك فلو رياكتر، كيف يتم تسخينه أو تبريده؟ أقصد التفاعلات الباعثة للحرارة يجب أن نخفض من درجة حرارتها، والتفاعلات الماصة للحرارة يجب أن نعطيها كمية من الحرارة. كيف يتم سحب الحرارة وإضافتها في مفاعلات البلاك فلو رياكتر؟ هنالك طريقتين للهيت اكسشينج إن بلاك فلو رياكتر. الطريقة الأولى تسمى جاكيت دبل بايب هيت اكسشينجر، يعني لو نجي المواد المتفاعلة تدخل في هذا المجرى، هذه انلت وهذا هو الاوتلت، هذه المن فور رياكتانت ميكستشر، يعني مزيج التفاعل يدخل في الأنبوب الوسطي، بينما مائع التبريد أو التسخين يخرج من الأنبوب الخارجي. هنا طريقة التشغيل، مزيج التفاعل يدخل من هذه الجهة ومائع التبريد أو التسخين بنفس الاتجاه، فهذا يسمى parallel flow أو co-current flow. هذا بالنسبة إلى double pipe heat exchanger. double pipe heat exchanger لو تم رسم كيف تتغير درجة الحرارة مع الطول، يعني لو رسمنا هذا المحور انه هذا مثلا تي مع طول المفاعل اللي هو الزد، احنا نعرف التفاعلات الثابتة حراريا، ثابتة حراريا يعني درجة الحرارة تكون ثابتة، فنقدر نقول هذا هو عبارة عن الايزو ثيرمال، درجة الحرارة تكون ثابتة بين الان والاوت، الان فرضا نقطة رقم 1 والاوت نقطة رقم 2، درجة الحرارة تكون ثابتة. بالنسبة الى التفاعلات الباعثة للحرارة، التفاعلات الباعثة للحرارة تبدأ
درجة الحرارة بالارتفاع. درجة الحرارة تبدأ بالارتفاع. هنعيد رسم الرسم من مرة أخرى. التفاعلات الباعث الثابتة هذا راح يكون ايزوثيرمال. التفاعلات الباعثة للحرارة درجة الحرارة تبدأ بالارتفاع. هذا تفاعل باعث للحرارة. درجة الحرارة تبدأ بالارتفاع ومن ثم تنخفض. طبعا تنخفض بفعل التبريد او انه التفاعل يبدأ بالارتفاع. هذه احد الاشكال الها ولها اشكال متعددة. بالنسبة للتفاعلات الماصة للحرارة درجة الحرارة تبدأ بالانخفاض. اذا هذا الكيرف الاول اللي هو درجة الحرارة الثابتة نقدر نرسمه بشكل اخر. هذا هو الايزوثيرمال باللون الاخضر. اللون الاحمر هو التفاعلات الباعثة للحرارة، واللون الازرق اللي هو التفاعلات الماصة للحرارة. هكذا تتغير درجة الحرارة مع الطول. نجي اول شيء للتفاعلات الباعثة للحرارة، يجب ان نسحب من عدها كمية من الحرارة. سحب كمية من الحرارة يؤدي انه هذا الكير راح ينزل، انه هذا الكير درجة الحرارة سوف تنزل. نسحب كمية إضافية من الحرارة. إذا سحبنا كمية إضافية من الحرارة أيضا تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض. نسحب كمية أخرى من الحرارة إذا سحبنا كمية كبيرة جدا من الحرارة نقدر نحول التفاعل الباعث للحرارة إلى تفاعل ثابت حراريا. يعني سحبنا من عنده كمية من الحرارة heat removed. نجي للتفاعلات الماصة للحرارة اللي هي يجب أن يتم إعطاء حرارة. فنجي إلى هذا التفاعل الأول. التفاعل الأول لو تم تفاعل، طبعا هذا ماص الحرارة، نرفع درجة الحرارة نقدر نمطي كمية من الحرارة لمزيج التفاعل فترتفع درجة الحرارة. نعطي كمية أعلى منها، يعني قاعد نتحكم بالكيو. نلاحظ درجة الحرارة أيضا ترتفع. نعطي كمية أكبر وهكذا. نعطي كميات كبيرة نقدر نحول النن ايزوثيرمال، نقدر نحول التفاعل
الباعث للحرارة إلى أيزوثرمال. هسه بما معناه التفاعلات الباعثة للحرارة، إذا سحبنا من عدها نسحب كيو، هذه معناها كيو ريموفد. إذا سحبنا كيو إذا نسحب من عدها كيو تكون بهذا الشكل. إذا نقدر تحول التفاعل الباعث للحرارة إلى تفاعل أيزوثرمال إذا سحبنا منه كميات كبيرة من الحرارة. التفاعلات الماصة للحرارة نعطيها كيو، يعني هذا قاعد نسحب من التفاعل، وهنا هاي جاية من السراوندينج إلى السيستم، هنا معناها كيو ريموفد، هذه معناها الكيو اللي نتخلص من عده، كيو ريموفد او كيو ار اذا اريد نرسمها. هنا بيا حال نسميها الكيو عدد الحرارة المضافة، كيو آد هنا ضفنا حرارة، هنا سحبنا حرارة. إذا التفاعلات الباعثة للحرارة يمكن نحولها إلى أيزوثرمال، والتفاعلات الماصة للحرارة أيضا يمكن نحولها إلى أيزوثرمال، ونقدر نخفض درجة حرارة بكمية معينة من الكيو. هذا هو الكلام اللي يخص التفاعلات الباعثة والماصة للحرارة اللي تجرى في مفاعل البلاك. هذا مثلا الرسم يمكن أن نطبقه على التفاعل اللي هو يخص البلاك، العفو البلاك اللي يجرى في الدبل بايب. الرسومات اللي رسمناها تخص هذا المفاعل اللي هو الدبل بايب. لوحظ ان الشيء المهم في هذا هو طبعا ببساطة عبارة عن the design is similar to a double pipe heat exchanger، يتألف من انبوبين متمركزين، الانبوب الوسطي اللي هو يكون الرياكتر، والسراوندينج اللي هو الجاكيت. طبعا هذا راح يعامل كheat exchanger وكرياكتر اللي تدخل به الاريا، حسب القانون بالهيت ترانسفير Q تساوي UA في دلتا T. الشيء اللي يتحكم بالتصميم هو القطر، قطر هذه الأنبوب، قطر الأنبوب الداخلي طبعا، لأنه هو الذي يجرى فيه التفاعل. فمرات يكون هذا القطر صغير، إذا كان القطر صغير يؤدي إلى أنه طول المفاعل راح يكون كبير جدا. زين، احنا ما نقدر نطول نكبر القطر اذا كان الحجم كبير جدا، لذلك استعيض عنه بالشكل الاخر اللي هو يسمونه مالتي تيوبولر رياكتر، مالتي تيوبولر رياكتر. وايضا نفس العملية اذا نجي على الهيت ترانسفير، الرياكتنت بهذا الشكل، نجي الى الرياكتنت منا، وهذا الاوتلت. بالنسبة للهيت ترانسفير فلويد هذا الاتجاه ماله وموضح بالسهم، والاوت يكون ايضا بهذا الشكل. لاحظ انه الرياكتنت طبعا من الاعلى، معنى هذا التفاعل من الطور السائل، وبامكان الفيد ان يدخل من الاسفل اذا كان التفاعل في الطور الغازي. طريقة التشغيل كما موضحة في الرسم هذا تسمى كاونتر كارنت، المواد المتفاعلة باتجاه، والهيت ترانسفير فلويد في اتجاه آخر. هذه شيل اند تيوب، مزيج التفاعل راح يدخل وين؟ في داخل الأنابيب، في
في كل أنبوب يجري مزيج التفاعل. داخل الأنابيب. أما مائع التبريد، مائع التبريد فيكون في الاتجاه الآخر اللي هو الشل، يعني بهذا الاتجاه، هذا اتجاه الشل، أيضا هذا اتجاه الشل بأشكال متعددة، هذه كلها الشل. يعني بين قوسين بإمكاننا من الان الى الاوت مباشرة يمر به، هو اكثر من خلال حول هذه الانابيب. هذا الشكل الثاني من انتقال الحرارة للتفاعلات الباعثة للحرارة، اما دبل بايب هيت اكسشينجر او شيل اند تيوب هيت اكسشينجر. كيف تتغير درجة الحرارة بالنسبة إلى الدبل بايب أو الشيلان تيوب هيت اكسشينجر؟ هي نفس الرسومات السابقة اللي أخذناها للتفاعلات الباعثة والماصة للحرارة. الشيء المهم هي المساحة أو مساحة انتقال الحرارة. This type of arrangement اللي هو هذا الفيجر معناها DQ على DV. لا ننسى بأنه الـ V هو عبارة عن الZ في الـ Area. الـ Area نقصد بها Cross Sectional Area of the Tube. إذن الـ Q تتغير مع الطول وليست ثابتة. الـ Q الكلية اللي احنا ماخذينها بالهيت ترانسفير معادلتها اللي هي هذه QA T اللي هي درجة حرارة مزيج التفاعل ناقصا TA اللي هي درجة الحرارة لمائع التبريد أو التسخين. وأصلا TA هي تكون غير متغير غير ثابتة، يعني متغيرة، لذلك يمكن أن نستعيض عنها ب Q تساوي، هذه ما كاتبين هنا، ال Q تساوي الكيو تساوي يو اي في لوج مين تمبريتشر ديفرنس. يعني بدل تي ناقصا تي اي يسمونها دلتا تي لوج مين، وهي دخلنا في حسابات الهيت اكسشينجر. هذا الرسم يوضح الرسم اللي شرحناه سابقا، انه درجة الحرارة بالنسبة، هذا يحكي بالنسبة للدبل بايب والكوكرت بنفس الاتجاه، وشرحنا كيف تتغير درجة الحرارة إلها. نجي لهذه المعادلة، أنه الأريا ليست ثابتة، لأنه كلما يمشي مزيج التفاعل باتجاه الأعلى الأريا تزداد، يعني لها علاقة بالطول مال الأنبوب. هنا في هذه المعادلة دلتا كيو كيف تتغير الكيو، يقصد خلال الإليمنت اللي هي دي في U في دلتا A TA ناقصا T ويساوي U في الـ A. الـ small A هذه يسمونها heat exchange area per unit volume of the reactor، ومعناها الـ area على الـ volume. الـ area هي surface area of the tube وتساوي pi DL، والـ D هو الـ diameter مال الـ tube. الـ volume الفوليوم هذه اللي هو باي دي تربيع على 4، هذه كروس سكشنال اريا مضروبه في ال، ال هو الطول، طبعا ال او زد هي نفس المعنى. طريقه الاشتقاق للتفاعلات الباعثه للحراره هذه ايضا موجوده يمكم، ولا داعي انه تطالبون بالاشتقاق، ولكن المعادلات المهمة نحفظها. من هذه المعادلات هذه المعادلة، هذه المعادلة اللي هي تتضمن هذه المعادلة
الرسم اللي رسمناه سابقا دي تي على دي زد، احنا لا ننسى بانه الدي في دي في يساوي الاريا في دوت دي زد. فذلك نعوض هنا عن الفوليوم، راح يصير دي تي على دي زد يساوي طبعا الاريا تنضرب في هذه الحدود اللي فوق. اذا دي تي على دي زد كيف تتغير درجة حرارة مع الطول، اللي رسم اللي رسمناه سابقا يأتي من هذه المعادلة. دي تي على دي في يساوي ان ار اي في دلتا اتش رياكشن. هذه الحد الاول ار اي في دلتا اتش رياكشن يسمى الهيت جنريشن، وهي الحرارة المتولدة من التفاعل. طبعا لها علاقة بار اي لان الار اي تفاعل باعث ناتج في دلتا اتش رياكشن، ناقصا الهيت ريموفد الحرارة المزالة. المزالة تكلمنا عنها بالرسم السابق، الحرارة اللي احنا نزيلها من التفاعل. هذه الحرارة المزالة هيو هيت ريموت كيو هيو الهيت ريموت معناها كيو، هاي اللي كتبناها في القانون. هذه المن المعادلة، المعادلة تخص البلج فلو رياكتر وذ هيت اكسشينج. كيف طبعا هذه الاف اي في سي بي اي، الاف اي في سي بي اي هي معناها هنا طبعا ال small vi يقصد ال change in volume. احنا راح هذا الحد نهمله، فنقول ال fi cpi هو fa نوت phi i في cpi. الدلتا cpi هذه نقدر نهمله في اغلب الحالات. اكو معادلة سهلة اسهل من المعادلة اللي ايضا نفس الشكل، هذه هي نفسها المعادلة. هنا يعني من نحكي نقول ما هي كمية الهيت اوف ذا ريت اوف جنريشن معناها ار اي دلتا جنريشن، احسب كمية الحرارة المزالة يو اي في تي ناقصا تي اي، لازم نعرفها. اذا هذه نفس المعادلة، مرات هذه يرمز لها كيو جي جنريشن ناقصا رمود. اذا المعادلة 20 او المعادلة السابقة هي اللي تتضمن كيف تتغير درجة الحرارة مع الطول. لو كان عندي مفاعل PR هذا يسمونه باكت بيد رياكتر، مفاعل الطبقة الثابتة. مفاعل الطبقة الثابتة هذه معناه المفاعل اللي يحتوي على مواد محفزة داخله. طبعا وزنها هي الفي في الرو بيت، وهذه الرو بيت راح ناخذها هنا ار بدل ار اي مكتوبة ار اي داش. ليش؟ لانه ار اي للتفاعلات المتجانسة راح تكون مول اي على متر مكعب بير تايم. الار داش راح تكون مول اي على كيلو جرام كاتاليست على تايم. هي نفسها نفس المعادلة السابقة بس اختلافات انه اليو اي مقسمينها على رو بد. رو بد هي تمثل طبق كثافة الطبقة. كثافة الطبقة هي معناها كثافة الكاتاليست مع كثافة الغاز اللي موجود داخله. ان شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة بعون